بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ. بسم الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل، ينطلق شوط الختام في هذه اللحظات، وهو شوط خاص بالزمول. الانتاج مسافة 6 كيلومتر في منافسات هذا الصباح ضمن السباق المحلي الرابع، حيث نتابع معكم هذه الانطلاقة وما تحمل من إثارة ومنافسة مع شعارات أبناء القبائل. يسير هذا الشوط ونسير مباشرة إلى المقدمة وإلى صدارة هذا الشوط لنتابع الصدارة. هذا هو مضيوف على مقدمة الشوط، شعار سهيل بن هادي بن حفار المري، من استفتح الإذاعة وتقدم في أول ندى في منافسات هذه الانطلاقة. بينما في المركز الثالث التواجد من رصاد اللي خذ المركز الثالث، شعار مبارك بن محمد بن ناصر الخليفة من يقدم انطلاقة رصاد على المركز الثالث، يليه على المركز الثاني ويليه على ثالث المراكز مشرف القادم بشعار محمد بن سعيد الفهيد المري باحث عن ناموس هذا الشوط من خلال تقدم مشرف اللي خذ المركز الثالث في هذه اللحظات. وفي المركز الرابع صوغان القادم في هذه الأثناء، شعار علي بن حمد بن صالح الشرقي من يقدم انطلاقة صوغان على رابع المراكز. وفي المركز الخامس هذا وشعار الفراج القادم من خلال قدوم محي الواصل في هذه الأثناء، سعود بن علي بن مبارك بن سالم الفراج مع خامس المراكز. هذه نتيجتنا المبدئية مشاهدين الأعزاء للمراكز الخمسة المتقدمة، ولكن شاهدوا معنا أيضا الشعارات والأسماء القادمة التي تسير خلف الفايف ستار في منافسات هذا الشوط الخاص بالزمول الإنتاج. ثاني أشواط الزمول الإنتاج هو الذي يسير وينطلق هنا، وهو شوط الختام في منافسات هذا الصباح، حيث شاهدنا معكم منافسات سن الثنايا وانطلاقات سن الحيل والزمول في هذا الملتقى الصباحي المميز على ميدان الشحانية ضمن السباق المحل الرابع. ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذه الأصايل التي تسير بين جنبات هذا الميدان. عودتنا إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، انطلاقة مضيوف على الصدارة والمقدمة من يسير بتحديات البداية، يتقدم شعار سهيل بن هادي بن حفار المري من يقدم انطلاقة مضيوف على صدارة هذا الشوط على المركز الأول وعلى الصدارة، الموقع الذي يعشقه الجميع. بينما في المركز الثاني صوغان ينطلق بثاني المراكز، علي بن حمد بن صالح الشرقي من يقدم انطلاقة صوغان على المركز الثالث أو على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز مشاهدين الكرام نتابع التواجد من مشرف محمد بن سعيد الفهيد المري، يقدم شعاره على المركز الثاني، ولكن التقدم في هذه اللحظات مع ثالث المراكز من محي سعود بن علي بن مبارك الفراج من يقدم انطلاقة محي على المركز الثالث. وفي رابع المراكز مشاهدين الكرام أتابع التواجد من الجانب اليمين، رصاد على المركز الرابع، مبارك بن محمد بن ناصر الخليفة من يقدم لنا رصاد على رابع المراكز. والمركز الخامس من يتقدم مشرف محمد بن سعيد الفهيد المري. نتيجتنا مشاهدين الأعزاء للمراكز الخمسة للأسماء المتصدرة في هذا الانطلاق الجميل، تحمل مشهد البداية مع هذه الانطلاقة حتى هذه اللحظات، ولكن الأسماء حاضرة والشعارات منطلقة. ما شاء الله أنا الكوكب الحاضرة من الزمول المنطلق في هذا الشوط باحثة عن ناموس صباحي مميز هنا على ميدان الشحانية. ولكن عودتنا إلى شعار ابن حفار من يقدم لنا مضيوف على صدارة هذا الشوط، وعلى المركز الأول يتقدم شعار سهيل بن هادي بن حفار المري من يقدم لنا مضيوف على الصدارة، من يقدم لنا مضيوف على مقدمة الشوط على المركز الأول بشعاره الجميل أيضا يحضر هنا بهذا الاندفاع المميز. ولكن في المركز الثاني يا سلام يا صوغان اللي بدأ يقترب أيضا مع مركز التحديات في هذه الأثناء، يا سلام القادم شعار علي بن حمد بن صالح الشرقي من يقدم لنا صوغان على مركز الوصافة في هذه الأثناء. وفي المركز الثالث شعار الخليفة يحضر مع رصاد، مبارك بن محمد بن ناصر الخليفة من يأتي مع ثالث المراكز. والمركز الرابع مشرف يأتي هنا بشعار محمد بن سعد الفهيد المري، يقدم لنا مشرف على المركز الرابع. ولكن في خامس المراكز وصل شعار الشهواني يحمل أول ندى ناصي في هذه اللحظات، محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني. الله 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 الله، وصلت الأسماء في هذه اللحظات وحلوة المنافسة مع هذه الانطلاقة
الفارق في منافسات هذا الشوط. شوط الزمول للإنتاج، إلى أين ناموس هذه الانطلاقة؟ نتابع معكم هذا المشهد المميز عبر شاشة قناة الريان الفضائية في هذا الملتقى الصباحي مع شعارات أبناء القبائل في تحدي مميز نشاهده مع هذه الأشواط الصباحية. ولكن بن حفار لا زال مع صدارة هذا الشوط طامعا بناموس هذا الاندفاع مع مضيوف على الصدارة على المركز الأول. سهيل بن هادي بن حفار المري يقدم لنا مضيوف على صدارة هذا الشوط وفي المركز الأول، بينما على المركز الثاني يا سلام يا صوغان 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 يحضر هنا بهذا الحضور الجميل. علي بن حمد بن صالح الشرقي من يقدم صوغان على المركز الثاني وثالث المراكز. رصاد الخليفة قادم مندفع بانطلاقة هذا الشوط. مبارك بن محمد بن ناصر الخليفة يلا يا أبو محمد يقدم انطلاقة رصاد على المركز الثالث في هذا الشوط. المركز الرابع رابع المراكز يا سلام يا سلام يا ناصي 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 يحمل شعار كبير ومميز بانطلاقة هذا الشوط. محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني يقدم انطلاقة ناصي على المركز الرابع وفي خامس المراكز. شعار الفراج أيضا يحضر هنا في هذا المسار الجميل مع محي سعود بن علي بن مبارك بن سالم الفراج. ولكن شاهدوا الأسماء القادمة، شاهد أيضا هذا التدافع نحو المقدمة نحو الصدارة. الله الله الله، مشهد جميل مع الزمول في منافسات هذا الشوط في انطلاقة هذا الشوط. ولكن عودتنا إلى الصدارة دائما وأبدا إلى مركز القمة إلى رأس الهرم. الله 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 الله، ثنائية البداية تحمل لنا انطلاقة رصاد على مقدمة الشوط وصوغان. ولكن من الجانب اليمين نتابع التسلل في هذه اللحظات. مبارك بن محمد بن ناصر الخليفة بدا يقدم لنا رصاد على مقدمة الشوط. المركز الثاني وصل الزاك في اول نداء في اول نداء واول اذاعة في منافسات هذه الانطلاقة. عبد الله بن محمد بن راشد آل زبدان المري من يقدم لنا الزاك على المركز الثاني. المركز الثالث الله 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 الله، وشاهد التقدم والاندفاع ايضا من مشرف محمد بن سعد بن علي الفيدة المري من يقدم انطلاقة مشرف على المركز الثالث ورابع المراكز. وصلكم الشهواني مع غازي القادم في هذه اللحظات يتقدم على المركز الرابع. محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني بدأ يقدم لنا على المركز الرابع. المركز الخامس وصل هزام، هزام القادم في اول ندى. راشد بن ثلاب جليميد الهاجري بدا يقدم لنا شعاره، بدا يقدم لنا هزام على المركز الخامس. 1200 عن خط النهايه والاسماء القادمه لمن اراد ناموس هذا الشوط يتقدم مع الاذاعه مع تحدياتي ومقدمه هذا الشوط. يا سلام يا رصاد 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 على المقدمه، وهذه لوحة الكيلومتر الأخير يستفتح رصاد في هذا الأداء الممتاز بشعار مبارك بن محمد بن ناصر الخليفة. يقدم الانطلاقة، يقدم رصاد باحثا عن ناموس شوط الزمول الانتاج. المركز الثاني مشرف محمد بن سعد بن علي الفيدة المري. المركز الثالث ناصي القادم بشعار محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني. ورابع المراكز وصل محي سعود بن علي بن مبارك بن سالم الفراج. المركز الخامس هزام راشد بن ثلاب الجليميد الهاجري. الله 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 الله، رباعية في هذه اللحظات تسير في منافسة صباحية جميلة. ولكن هنا ناصي ناصي بشعار الشهواني ورصاد بشعار الخليفة والحضور من مشرب بشعار الفيدة. والمركز الرابع شعار الفراج الله الله على هذه الاندفاع، وشعار أيضا بثلاب على خامس المراكز. ولكن الصدارة رصاد مع الفوز مع الانتصار بهذا الأداء بهذا الانطلاق حتى هذه اللحظات بطلا متوجا بناموس هذا الشوط. رصاد مع الفوز والانتصار، نجومية مميزة يحضر هذا الشعار شعار مبارك بن محمد بن ناصر الخليفة من يقدم لنا رصاد في هذا الشوط في هذا الانطلاق في هذا التحدي مع شوط الزمول الانتاج. سلام يا رصاد سلام، لحظات الوصول اللحظات النهائية. ناصي مع الشهواني على المركز الثاني وثالث المراكز. هتاش علي بن حمد بن هزاع أبو شريدة أول لندا لهذا الشعار القادم
يهتم بقوة. الله الله على هذا الأداء. هتاش 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 خطف الأضواء في اللحظات الأخيرة. تهانينا لعلي بن حمد بن هزاع أبو شريدة اللي فاجأنا في اللحظات الأخيرة مقدما هتاش منتزع الناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصل رصاد لمبارك بن محمد بن ناصر الخليفة، وثالث المراكز من نصيب صوغ أو من نصيب ناصي لمحمد بن مبارك بن مسفر الشهواني، والمركز الرابع المركز الرابع مشرف لمحمد بن سعد بن علي الفهيد المري. المركز الخامس المركز الخامس هزام لراشد بن ثلاب الجليميد الهاجري. هذه نتيجتنا مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل في منافسات الشوط الختام في تحديات هذا الصباح، ولكن شاهدنا في اللحظات الأخيرة هتاش اللي وصل بقوة مشاهدين الكرام واختطف ناموس هذا الشوط بشعار علي بن حمد بن هزاع أبو شريدة كان البطل المتوج بناموس هذه الانطلاقة. وفي تحديات شوط الختام تهانينا لعلي بن حمد بن هزاع أبو شريدة، فوز هتاش بناموس هذا الشوط. عطنا التوقيت الزمني يا مخرجنا في انطلاقة وتحديات شوط الختام في منافسات هذا الصباح ضمن السباق المحلي الرابع، حيث شاهدنا معكم مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل هذه الأشواط الصباحية وملخص شوطنا الماضي في هذه اللحظات. وهذه لحظة وصول هتاش إلى خط النهاية محقق الفوز والانتصار قاطع 6 كيلومتر في فترة زمنية مقدارها 10 دقائق بدون ثواني 95 جزء من الثانية هو توقيت هتاش. تهانينا لعلي بن حمد بن هزاع أبو شريدة، فوز هتاش وانتزاع هنا موسى هذا الشوط. المركز الثاني إذن ثاني المراكز من وصل رصاد بتوقيت مقدارها 10 دقائق وثانيتين 19 جزء من الثانية. تهانينا لمبارك بن محمد بن ناصر الخليفة، فوز رصاد بالمركز الثاني. وثالث المراكز وصل شعار الشهواني مع ناصي في 10 دقائق وثانيتين 87 جزء من الثانية هو توقيت ناصي. تهانينا لمحمد بن مبارك بن مسفر الشهواني، فوز ناصي بالمركز الثالث. تهانينا والناموس للجميع. إذن مشاهدين الكرام متابعينا الأفاضل إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام منافسات هذا الصباح. نذكر بصاحبة الشوط الرئيس الخاص بالثنائي الإنتاج حضرت غنايم بشعار علي بن جار الله بن حمد بن عجيان بن ضرمان الذي حظى على ناموس هذا الشوط مع غنايم في الشوط الرئيس الخاص بالثنائي الإبكار الإنتاج. أما شوط القعدان فكان غياض حاضرا بشعار علي بن سالم بن سنيد الدعية مع منافسات هذا الشوط الرئيسي. وأفضل توقيت في منافسات سن الثنايا كان مع الشوط الثالث مع غصايب المملوك الحسين بن حمد الجرحب، وحقق توقيت مقداره 9 دقائق و39 ثانية 73 جزء من الثانية وتوقيت غصايب. أما الشوط الرئيسي الخاص بالحيل الإنتاج فكانت كنا حاضرة بشعار بن بيشان نهنيه الفوز والانتصار في هيد بن محمد الرزق العجمي مهدي أبناء المملكة هذا الفوز والانتصار. وأفضل توقيت أيضا 9 دقائق 45 ثانية و93 جزء من الثانية. أما المغزل فكان حاضرا بشعار بيشان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي أيضا محقق الناموس هذا الشوط أيضا الرئيسي الخاص بالزمول الانتاج ليحظى على النقطة الثانية في منافسات هذا الشوط. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام شاهدنا معكم ووصفنا لكم هذه المنافسات الصباحية لسن الثنايا وسن الحيل والزمول في منافسات هذا الصباح ضمن السباق المحلي الرابع، بأمل أن نلتقي بكم في منافسات يوم الغد وتحديات جميلة. إذا إلى ذلك الموعد دمتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.